أطلق قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسانية التابع للعتبة العباسية المقدسة فعاليات مؤتمر الإمام الكاظم عليه السلام، وهو أحد مؤتمرات أسبوع الإمام الدولي السنوي الثاني الذي تنظمه الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، وتحت شعار النبوة والإمامة صنوان لا يفترقان، وبعنوان منهاج الأئمة في تربية الفرد والأمة. مؤتمر الإمام الكاظم كانت البحوث تسلط الضوء على أشياء عدة تخص الإمام الكاظم سلام الله عليه. في أقوال الإمام بحثت، هناك أبحاث بحثت في أقوال الإمام، وأقوال الإمام متشعبة، فمنها كلمات قصار، ومنها خطب ووصايا، ومنها أدعية والمناجات. حتى الأدعية والمناجات فيها أبحاث قيمة قبلت في هذا المؤتمر. كذلك تسليط الضوء على مواقف الإمام وفكر الإمام وأفعال الإمام وتجارب الإمام ومنهج الإمام سلام الله عليه. اليوم ينعقد المؤتمر العلمي الخاص بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام. هذا المؤتمر الذي يقع ضمن فعاليات أسبوع الإمامة الذي يمتد على مدى أسبوع كامل، تقيمه العتبة العباسية المقدسة، وهي فكرة جيدة حقيقة تتناول الأئمة سلام الله عليهم فكرا وعطاء وعلما وأخلاقا وتربية. المؤتمر شهد حضور المتولي الشرعي للعتبة المقدسة سماحة السيد أحمد الصفي، وجمع غفير من الفضلاء والأكاديميين والباحثين. وقد تخللت الجلسات البحثية التي تضمنت إلقاء 5 أبحاث، مداخلات واستفسارات متعددة، وشهدت تفاعلا مميزا من الحاضر. ضم هذا المؤتمر الخاص بالإمام الكاظم عليه السلام واستقبل العديد من البحوث العلمية التي جاءت من داخل العراق ومن خارجه، ومن الجامعات ومن فقهاء الحوزة وعلمائها ليشاركوا في هذا المؤتمر العلمي الدولي الثاني. وقبل من البحوث الكثيرة التي قدمت إلى هذا المؤتمر بعد التمحيص والفحص الدقيق وفق المعايير العلمية. بحث اسمه دور التربوي والثقافة والمعرفة عند الإمام موسى الكاظم، وله 3 محاول: الحالة السياسية، العصر الذي عاش فيه، دوره الثقافي والتربوي والمعرفي، ودوره في سياسة الكاظم. مؤتمر الإمام الكاظم عليه السلام تميز بأبحاثه من حيث الكم والنوع والتنوع، إذ كانت شاملة وجديدة وتناول جوانب مهمة من دور الإمام في تربية الفرد والأمة.